22 سنة وطبيعي من غير علاج ولا حاجة، ومش مصدقة لحد دلوقتي. أنا بقالي 22 سنة بدور على الحمل والخلفة، والحمد لله ربنا كرمني على إيد الدكتور سيد، وجاي أفرح وأفرحكم معايا وفي انتظار أول مولود لي. عملت 4 عمليات حقن مجهري وما حصلش نصيب، وعملت كذا عملية وما ربنا ما أردش، والحمد لله الدكتور سيد جات له وعمل لي بطنة الرحم المهاجرة وقال لي هتحملي طبيعي، وبعد كام شهر من العملية حملت طبيعي وجيت للدكتور سيد. احساسي مش مصدقه ان انا حامل وان انا هخلف وهبقى ام بعد 22 سنه بعد ما كنت فاقده الامل خالص. الحمل بعد الأربعين وفرصه الحمل بعد الأربعين. 40 سنه 22 سنه تاخر حمل، عندها مشاكل، ضغطها مرتفع، عندها سكر، صفائح الدمويه قليله، واربع مناظير واربعه حقن مجهري، لكن النهارده حمل طبيعي. بنقول كده الكلام ده ليه؟ لان الحمل بعد الأربعين لازم في احتياطات ناخد بالنا، يعني نسبه الحمل لو كانت لغايه 35 سنه تصل الى 75%، عند الأربعين بتوصل 50%. نسبه الحمل الشهري بتقل، بتصل ممكن الى 7%. احنا عارفين الام لما بتتاخر جودة البيضات بتقل، لو ما عندهاش اي مشاكل اخرى، لو انابيب مقفولة او الزوج في مشكلة ممكن تحمل، دي قدرة اله ما فيهاش نقاش، ربك بيقوله هو عليا هين، وده نقط ما نقدرش نناقشها. لكن عاوزين نستفيد ونقول دعوة هنا للناس اللي بتدور على حدوث حمل وبتوصل الى انها 30 35 40، لغاية توصل ل40 ولسه ما حصلش حمل، ومحاولات من الزمن والعمر بيحصل حمل، حتى نسب الحمل بتقل بالزمن بس موجودة. مفيش اي قاعدة علمية تقول الكات اوف للايج قد ايه بالظبط وبعد كده ما بيحصلش حمل. عارفين ان الناس لما بتوصل لل 45 بيبقى فيري رير واكستريملي رير انها تحمل، لكن بنلاقي ان بيحصل حمل. النهارده بس عاوزين نفرح لمريضة انتظار 22 سنة حمل طبيعي، ما عرفتش انها حامل غير في الرابع لما سابت الحمل، لما نسيته وما كان ربك نسيا، رزقها بالوقت المناسب. احنا 37 اسبوع دلوقتي، هنشوفه بقى. الحمد لله على السلامة وعقبال كل الناس.